السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلكم تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. مقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 65 جنيه، سعر كيلو المهات الأبيض 50 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 71 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 78 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 7 جنيه 9 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 6 جنيه 8 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 2 جنيه 4 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 100 جنيه، كرتونة البيض البلدي 102 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.